قرار حكومي يقضي بفتح حدود الموصل لدخول البضائع المستوردة لمدة 3 أشهر، لكن القرارات باتت مجرد حبرا على ورق، فقوافل الشاحنات ما تزال على حدود الموصل وسيطراتها لا تسمح لهم بالعبور والبضائع إلى سلة المهملات. الكتاب صدرت من الحكومة، بس الحكومة ما صدرت كتاب، هم ما يعترفون بالكتاب، ما يعترفون بالكتاب لا بالغذاية ولا بالأسماك ولا باللحوم، أبد ما يعترفون به. وعن نبقى بالسيطرات يومين ثلاثة، نبقى يومين ثلاثة بالسيطرات عادي، يمهم كأنك اسمه مو سايق، غير شيء سايق غير شيء، نعم ما عندنا قيمة بالسواق، احنا ما عندنا قيمة. العجيب أن الحكومة المحلية مع كل هؤلاء الشهود ومقاطع الفيديو التي تناقلتها وسائل الإعلام تنفي وجود هذه الشاحنات، وتصر على أن هذه الأخبار تصدر من جهات تحريضية، ولكم الحكم على كلام قائم مقام الموصل السيد أمين فنش الذي تسلم المنصب مؤخرا. استطلعنا إلى السيطرة ما بعد سيطرة السد، لم نجد أي سيارة من هذه السيارات المنوه عنها. هناك يعني كان الخبر تحريضي غير دقيق ولا في هذا المحور. حصار الشاحنات بات يصدر علنا وبالشواهد، فالأمر بات واضحا كوضوح الشمس، وأبناء الموصل يتحدثون بالأمر صباحا ومساء، ومع كل ذلك ترفض الحكومة المحلية الاعتراف بتلك الشهادات، وتصر على كلمتها أن المنافذ سالكة أمام البضائع. السيارات محصورة، السواق انصمت أبوهم برا، وإحنا هنا مبهدلين، لا عندنا مواد هذه نشتريها، ما عندنا فلوس، ما هو كل شيء، بس يصدرون قرارات سيارات محجوزة، هسه يفكوا الحصار على السيارات كي تصل، بلكي تنزل المواد. قرارات حكومية تصدر على الورق، أما الواقع فيقول العكس، والمثل الشعبي القائل أن الماء يكذب الغطاس خير مثال على ما يجري بثاني أكبر محافظة عراقية. من الموصل أحمد جفال، قناة دجلة الفضائية.